مرحبا، خبرنا لليوم من ياردونا.QA. يقدم متحف الفنون الزخرفية في باريس معرضا بمناسبة الذكرى 70 لإنشاء دار الأزياء ديور في عام 1946. هذا العرض الذي سوف يستمر لغاية 7 يناير كانون الثاني 2018 سيعرض أكثر من 300 نموذج صنعوا تحت اسم العلامة التجارية ديور منذ عام 1947 ولغاية الآن. صممهم كريستيان ديور بنفسه، وكذلك إيف سان لوران، مارك بوان، جيان فرانكو فيري، جون غاليانو، راف سيمونز وماريا غراتسيا كيوري. وبالإضافة إلى ذلك يتم عرض العديد من الصور الساحرة من السنوات الأولى لديور. شكرا للمتابعة، انتظرونا غدا بفيديو جديد من ياردونا.